حديث أستاذ أنس عن الواقع العراقي مؤلم جدا، لأننا اليوم نعيش واقع حرج ومعقد جدا. الكثير كان يتصور أن بانسحاب الكتلة الصدرية قد أصبحت هناك انفراجة بالعملية السياسية وإنهاء للأزمة السياسية والانسداد السياسي العميق، ولكن حقيقة أن الأمر ازداد تعقيدا وتأزيما بسبب معطيات الواقع السياسي وتأثير انسحاب الكتلة الصدرية، وأيضا جملة المشاكل الكبيرة اللي موجودة بين كل الفرقاء والشركاء داخل العملية السياسية هي ما تعيق أن تشكل حكومة حقيقية قادرة على أن تكون هي المصلحة وهي التي تغير مسار العمل الديمقراطي وهي من تلبي طموح الشارع وصناديق الاقتراع. الوقت الحالي يشهد أيضا تحركات من هنا وهناك للمضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ولكن يبدو أن الجميع، يعني الأغلبية وليس الجميع، أصبح لديهم قناعة أن في ظل الواقع الحالي والمعطيات الحالية من غير الممكن أن نمضي بحكومة قد تكون حكومة هشة وضعيفة وغير قابلة على الاستمرار والمضي طويلا وتحقيق طموحات وتطلعات وتلبية احتياجات والملفات الكبيرة التي تواجه العملية السياسية.